أنا السيد فيصل قرابسي من مدينة بتنا. درنا الشركة هذه لتحويل الخشب، ولات هما اللي يصنعوا وكل شيء ألجيريا، كل شيء جزائري، حتى من الماكينات الصناعية اللي تخدم لنا البرودوي هذا مخدومين هنا في الجزائر، يعني 100% برودوي ألجيريا أباز بالشجرة اللي تطيش. حنا نعاودوا الشجرة، نعاودوا نحولوها ونقيموها ونعطيو لها قيمة في السوق الجزائرية ولا إن شاء الله برا على الجزائر. المادة الأولية هي جزائرية 100%، هي أشجار عاد ما يثمروش، يحبسوا من الثمار، نعاودوا كي يقصوهم كي يقطعوهم حنا نريكوبيريهم ونحولوهم كما راك تشوف أواني منزلية ولا تحف ولا وصحية. وحنا ما عندناش غير هذا المشروع، عندنا قدا المشروع وكل جاي من تحويل الخشب. حنا ان شاء الله الشجره كي تتنح من الغصن نتاعها وروح ان شاء الله حاجه ما تروح منها، كل شيء تحول. ونقدروا في نفس الوقت كاين واحد لي برودوي ثاني دي كومبوست، نقدروا باش مام هما يكونوا قوه للشجره اللي مازال تمت، نزيدوا نعطيوها القوه. نقدروا كي نحيو الشجره نقدروا الافوا نحولوها بشجره اخرى. الاهداف تاعنا ان شاء الله هذا البرودوي تاعنا يوصل لاخواننا الجزائريين كل باش يعودوا يكونسوم بيو، اول حاجه يستعملوا حاجه صحيه. ها نحاولوا نيفيتيو شويه كيما البلاستيك في الماكله وريفيتي سير الامراض وكلش، ونطابل بوكو بليس ثاني بور ليكسبورتاسيون باسكو كاين مارشي كبير لبرا. مرحبا بالناس كل، حنا سالوا الناس كل اللي يحتاج برودوي تاعنا، ها عندنا لي سيت ويب لي توسكي انستغرام اي تو سا، عندنا اي بوتيك في باتنا كي عندها ليكسكلوزيفيتي باتنا. ان شاء الله نقيسوا كل المدن الجزائريه ها بدي شوروم ها، وان شاء الله يكون الرد ان شاء الله من الاخوه الجزائريين.